عموم نساء ورجال التعليم، التنسيقيات المناضلة، الفئات المتضررة والغير، عموم نساء ورجال التعليم، أساتذة وإداريين وأطر الدعم، راس مزاولون ومتقاعدون، فتشكلني هذه المسيرة الوطنية الوحدوية اللي جمعنا فيها كعموم نساء ورجال التعليم، هذه المسيرة اللي تنطلق من أمام مقر البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية تأتي في إطار برنامج نضالي، خلنا فيه كنساء ورجال التعليم مزاولون ومتقاعدون، من أجل قولي لا لهذا النظام الاساسي المشؤوم، من اجل تحسين الاوضاع الماديه والاجتماعيه لعموم النساء ورجال التعليم، من اجل فرض الكرامه والعداله لعموم النساء ورجال التعليم، من اجل تسويه الملفات العالقه، من اجل الالتزام بالاتفاقات التي عندها سنوات وهي موقعه مع الحكومه، لذلك احنا غنستمروا في النضال، هذه مسيره وحدويه لعموم النساء ورجال التعليم، وعدكم مسيرات واشكال نضاليه سواء هنا متمركزه بالرباط او في عموم المواقع المغربيه. امام الاكاديميات او امام 82 مديريه اقليميه، غنستمروا في النضال في اطار الوحده ديال النساء ورجال التعليم الى حين اسقاط هذا النظام الاساسي المشؤوم، والى حين تحسين الاوضاع الاجتماعيه والماديه، والى حين فرض الكرامه والعداله لعموم النساء ورجال التعليم. هذا النظام الاساسي التراجعي الذي هو خارج الوظيفه العموميه والذي عملت من خلاله وزاره التربيه الوطنيه على فرض الامر الواقع على الشغيله التعليميه من اجل الزحف على حقوق الشغيله التعليميه رغم مطالبه الشغيله التعليميه لسنوات بحقوقها العادله ومشروعه، الا ان وزاره التربيه الوطنيه كان لها راي اخر وهو المزيد من الزحف على حقوق الشغيله التعليميه والمزيد من الزحف على حقوق ابنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات وحقهم في مدرسه عموميه بتعليم قار ومجاني وذي جوده. اليوم كشغيله تعليميه بالمغرب نتقدم بالاعتذار لابنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات على خلفية ما عملت به وزارة التربية الوطنية من هذا الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، ونحملها مسؤولية هذا الزمن المدرسي. ونحن كشغيلة تعليمية نقول للرأي العام الوطني أننا قبل اللجوء إلى الإضراب قمنا بالاحتجاج خلال أيام الأحد وأيام العطل، إلا أن وزارة التربية الوطنية جابهتنا بالأذان الصماء، بل أكثر من ذلك أنه وجهنا بالقمع وبالتنكيل وبالمحاكمات القضائية التي ذهب ضحيتها مجموعة من الأساتذة والأستاذات، ولم تكتفي وزارة التربية الوطنية بهذا الحد، بل ذهبت إلى توقيف الأساتذة وعرضهم على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية. اليوم هنا من أمام البرلمان بالعاصمة الرباط نقول لوزارة التربية الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع، ونقول للشعب المغربي أن يقف مع أبنائه وبناته الأساتذة والأستاذات، وكذلك مع أبنائه وبناته التلاميذ والتلميذات الذين يضيع حقهم في الزمن المدرسي بسبب تعنت وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية في حل ملفات الشغيلة التعليمية. ونحن كشغيلة تعليمية نتأسف ونقول عذرا تلميذي عذرا تلميذتي، لقد أجبرونا على التصعيد، وتتحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع على خلفية إصرارها على فرض نظام أساسي تراجعي خارج الوظيفة العمومية، بل أكثر من ذلك أن وزارة التربية الوطنية لا تستحي في خرجاتها الإعلامية وتحاول أن تغلط الرأي العام الوطني. اليوم نوضح للرأي العام الوطني ونقول له على أن الشغيلة التعليمية برمتها اليوم تحتج، لا تحتج فقط من أجل الزيادة في الأجور كما يتم تمريره، وإنما تحتج من أجل صون كرامة الشغيلة التعليمية. هذه الكرامة التي تريد وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية أن تدوس عليها، وخير مثال على ذلك هو عدم اهتمام وزارة التربية الوطنية بالأساتذة والأستاذات شهداء الواجب الوطني والمهني الذين استشهدوا في الزلزال الذي عرفته بلادنا في 8 شتنبر 2023، والذين لم تعيرهم وزارة التربية الوطنية أي اهتمام كما تقوم بذلك القطاعات الحكومية التي تحترم نفسها، ولم تخصص لهم لا ترقية استثنائية ولا أجر مدى الحياة بالنسبة لذوي الحقوق، مما يبين على أن وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية تمعنان في إدلال واحتقار الشغيلة التعليمية. اليوم من الرباط نقول لوزارة التربية الوطنية وللحكومة المغربية ها هنا قاعدون، ها
ها هنا صامدون الى حين تحقيق جميع المطالب العادله ومشروع الاشتغاله التعليميه، الى حين ضمان حق ابنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات في تعليم قار ومجاني وذي جوده. كتوضيح بان هذه الوقفه الاحتجاجيه بان هذا العرس النضالي ياتي نتيجه رد فعل الشغيله التعليميه نساء ورجال التعليم داخل التنسيقيه الموحده لهيئه الرسوه وطور الدعم بالمغرب، وبالتنسيق مع التنسيق الوطني ومع التنسيقيه الثانوي التاهيلي، بمعنى ان الشغيله التعليميه حاضره في هذا الشكل النضالي كاحتجاج ورد فعل تجاه المخطط الطبقي، تجاه المخطط لا شعبي لا ديمقراطي اللي نهجته الدوله في حق نساء ورجال التعليم. وبالتالي فان هذا الحضور الكريم وهذا الجمهور يعبر عن رفضه القاطع للنظام الاساسي المجحف الذي اعتبرته الشغيله التعليميه نظاما عقابيا اهانيا لكرامه وقيمه رجال ونساء التعليم بالمغرب. ولهذا ومن هذا المنطلق نعلن للراي العام بان الوزاره وان الدوله وان الحكومه هي المسؤوله عن هذه الاوضاع وهي المسؤوله عن تواجد الاساتذه والاستاذات بالساحه امام البرلمان، وهي المسؤوله عن هذا الزمن تعلمات المتعلمين، وبالتالي نحملها كامل المسؤوليه ونقول لها باننا لا نتراجع لا سلام لا استسلام الى الاعتراف والاعتذار لقيمه وكرامه الساده الاساتذه والسيدات الاستاذات والغاء النظام الاساسي المجحف وتعويضه بنظام اساسي عادل ومنصف يراعي بالدرجه الاولى لقيمه وكرامه رجال ونساء التعليم، ثم زياده في الاجور، ثم ادماج الساده الاساتذه الذين فرض عليهم تعاقد داخل الوظيفه العموميه وتخصيص مناصب ماليه لهم وتحقيق جميع المطالب الفئويه لنساء ورجال التعليم. لهذا نقول باننا لن نتنازل ولن نسمح لاحد بان يمس كرامتنا كأساتذة وكأبناء الشعب المغربي، ولن نتراجع إلا بتحقيق هذه المطالب. وتحية لكم.